أمس الثلاثاء مواقع التواصل في لبنان كانت كلها بتسأل بصوت واحد عن السمك الموريتاني، أما اليوم في الكل بيسأل عن الشاي السيلاني. الموضوع طالع كأنه قافية وشعر، بس هذه الحقيقة وهذا اللي حاصل والله. فخلينا نحن نمسك القصة من الأول عشان تصير أوضح. أمس هاشتاج أريد سمكتي في لبنان كان متفجر، وفي سأل اللبنانيين عن 12 طن من الأسماك أرسلتها موريتانيا من أكثر من 3 أسابيع كمساعدات للشعب اللبناني في أعقاب انفجار بيروت، ومن وقتها ما أحد رجع سمع عنها شيء. لما نشط الهاشتاج والناس كلها صارت بتسأل والجدل وصل يعني لمستويات عالية، طلع الجيش ببيان رسمي قال فيه أنه السمك موجود في الحفظ والصون، وأنه وزعوا على جمعيات خيرية حتطبخوا وتوزعوا على العائلات ضحايا الانفجار. وبالتوازي مع هذا الشيء كان في صفحات لجمعيات خيرية ومتطوعين نشرت صور لاستلام أسماك من الجيش وبدأ توزيعها. عموما هذا كله ما أقنع اللبنانية ولا هدأهم، خصوصا بعد ما طلع موضوع ثاني غير السمك، هذه المرة الشاي. ففي 24 أغسطس استقبل الرئيس عون سفيرة سريلانكا في لبنان اللي عزته في ضحايا الانفجار، وقدمت للبنان 1675 كيلوغرام من الشاي السيلاني لصالح المتضررين من الانفجار كتعبير عن الصداقة بين الشعبين. هذه المساعدة بالمناسبة اللي أعلن عنها هو الرئاسة اللبنانية عبر حسابها الرسمي على تويتر. وإيش قالت التغريدة؟ قالت إنه المساعدة لصالح المتضررين من الانفجار. بأكد على هذه النقطة علشان حنحتاجها أو حنرجع لها كمان شوية وإحنا جالسين بنتكلم عن هذا الموضوع. من أمس في الليل وتقريبا بعد 3 أسابيع من استلام هذه المساعدات تساءل اللبنانيين وين الشاي يا جماعة؟ ما عدنا سمعنا شيء عن هذه المساعدات. لتأتي المفاجأة ويصدر بيان عن الرئاسة اللبنانية يحمل جواب لأسئلة المواطنين. البيان كان سطرين بالضبط، وقال إنه عون وجه رسالة شكر لرئيس سريلانكا على إرساله هدية عبارة عن كمية من الشاي استلمها الجيش وتم توزيعها على عائلات العسكريين في لواء الحرس الجمهوري. هي نفسها الشحنة اللي كانت للمتضررين من الانفجار واللي كنت بقول لكم عنها قبل شوية. هل في أي داعي أن أشرح لكم إيش كانت ردة فعل اللبنانيين على البيان؟ يعني أكيد أنتم تخيلتوا، بس أنه في كل الأحوال خلينا نشوف عينة. وينضم إلينا عبر سكايب من بيروت الناشط اللبناني فاروق يعقوب. أهلا فيك معنا يا فاروق، يعني صراحة كل مرة بنستضيفك بتكون في قصة أعجب من اللي قبلها. يعني وين راحت التبرعات؟ وين راح الشاي؟ وين راح السمك؟ أول شيء هذا الموضوع هو هدية، يعني السلطة اللبنانية اعتبرت أنه هذه الهدية هي هدية شخصية، فبالتالي واعتبرت تطفيها تتصرف فيها على راحتها. هلا طبيعة الحال انت لما حدا بيجيب لك صندوق سمك شو بتعملي فيه؟ بتوزعي مثل ما انت بدك. وهلا برايي كمان بنفس الوقت لما جابوا لنا الشاي، هدونا دولة سريلانكا هدتنا الكمية الكبيرة هاي من الشاي، تم توزيعها على العسكريين. يعني في حدا بالبلد بيرتقي هو لمين بيوزع ولمين يعني لمين بده يوزع هيدي الاغراض وهي الاغراض لوين بدها تروح. هيدي على كل الاحوال هي لم تقف عند حدود الشاي. يعني اليوم في 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 مجزرة صارت بالبلد من 40 يوم انفجار هز البلد، انفجار تم تصنيفه رابعا بالعالم، ولحد هلا
بقى يعني بهذا الحدث الكبير السلطة عم تتعطى بطريقة بلا مبالاة، بمحاولة إلى حماية بعض الناس اللي تسببوا بالانفجار اللي أدى لكم كبير من الضحايا، لتشريد حوالي 300 ألف عائلة، لخسائر تقدر بالمليارات، لتدمير مرفق بيروت. فبالتالي إذا بهذه القصة الكبيرة عم يتم التعاطي بهذا الشكل، فكيف بحاجة توزيع المساعدات اللي عم تجي للشعب اللبناني المتضرر؟ فبرأيي كيف يتعاطوا معها؟ فاليوم الموضوع هو فعلا إذا بدك مضحك، مضحك ومبكي بنفس الوقت. اليوم هذا بدل عن عجز واستهتار هذه السلطة بالتعاطي مع 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 قضايا شعبها، مع مآسي الشعب اللي عم نعيشه اليوم. اليوم عم نعيش وضع اقتصادي مزري للغاية. اليوم الناس ما قادرة تاكل وتشرب. اليوم في وضع مزري بالبلد، وبعض السلطة تتعاطى بهذه الطريقة المهينة، إذا بدك المهينة لكل عقلنا، المهينة لشعب. هذه السلطة عم بتفيدنا كل يوم عن يوم، يعني بأي حق حتى لرئيس الجمهورية اليوم لما توصل مساعدات للشعب اللبناني بيقرر هو لمين بده يوزعها. ما فهمت أنا يعني كيف مساعدات توزع على الحرس، على عائلات الحرس الجمهوري؟ ما فهمت أنا يعني عائلات الحرس الجمهوري هي كانت قاعدة بلا شاي وما عم ما يعني ما عم تاخذ الوقت المستقطع لانها تاخذ كبايه الشاي طبعا الا ما وصلت هيدي المساعدات. يعني ما الموضوع مضحك مضحك مضحك، وللاسف مخيف كمان. اذا بدك هذا مخيف قد ايه بدل قد ايه نحن وصلنا لحاله مزريه بهذا البلد، قد ايه قد ايه قد ايه الاستهتار بحياه الناس، قد ايه الاستهتار بعقولنا كمواطنين. فاروق يمكن كمان في نقطه ثانيه اللي هي انه وصلت الشحنات وتم التكتم عليها إلى أن سأل الناس عنها، ووقتها بدأت تطلع هذه الأمور. فيعني الأسئلة الأخرى أو الشحنات الأخرى، المساعدات الأخرى، إيش وضعها اليوم؟ ترى من فترة أخذوا قرار أن يعملوا نوع من حالة طوارئ. أول ما بلشت بعد الانفجار نزلت الناس تساعد لحالها، يعني بغياب تام للدولة وأجهزة الدولة، كافة أجهزة الدولة. أول ثلاث أيام الدولة غائبة كليا على الأرض، كنا نحن الناس، نحن جزء من الناس، ونحن كتير عالم موجودين على الأرض عم نشتغل بإزالة الردم، بمحاولة مساعدة الناس المتضررين من الانفجار. كان في غياب شبه تام للدولة، وفجأة الدولة قررت تكون مع حاضرة وموجودة. واحد من القرارات اكتشفنا أنه عامل حالة طوارئ، بعدين اكتشفنا بحالة الطوارئ لا تما يعني تم تنفيذها فقط على موضوع المساعدات، خاصة بعد ما أخذت الدول الغربية والعربية اللي عم تساعد البلد تساعد لبنان أنه هي لن تريد، يعني هي لا تريد مساعدة السلطة لأنه ما بتوثق بهذه السلطة، وقررت تساعد الشعب مباشرة. صار في نوع من الالتفاف على هذا الموضوع، وأن المساعدات كلها توصل لفئة معينة للسلطة وهي بترجع بتعيد توزيعها على الجمعيات أو الجمعية المختصة. هذا الموضوع هو محل شك نحن بالنسبة لنا. وطبيعة الحال لن ما كان عندنا ثقة بالسلطة ولن يكون عندنا ثقة بالسلطة، بالتالي أي نوع من المساعدات طبيعة الحال عم بيتم التكتم عليه في حال انفضح أو تم السؤال عنه. بنشوف مثل هذا المشهد شفناه المضحك، وإذا ما سأل عنه يكونوا ضبضبوهم وما بنعرف شو رح يكون أو لمين. فاروق يعني أول شيء كمان في شيء جزئية ثانية أنه في إحراج أمام الدول اللي أعطت، يعني موريتانيا وسريلانكا في إحراج أمامهم، هذا واحد. ثاني شيء أنه يعني ليش مستكترين على الضحايا يعطوهم سمك و يعني شاي؟ يعني يا عزيزة يعني هذه مش حتى أموال يعني مستكترين على الضحايا يحققوا بالانفجار، يقولوا له للناس كيف شو سبب المجزرة اللي صارت. عم تسأليني إذا تم إذا هيدي المساعدات عم تختفي ولا وين عم تروح؟ منطق طبيعي، هذه سلطة عاجزة، هذه سلطة سرقت أموال الناس، نهبت البلد. هيدي السلطة، هيدا لبنان، لبنان ما فلس، لبنان تم سرقته، سرقوا هيدا البلد. فبالتالي ما عندهم، عم تحكيني عم تقليلي أنه بيسبب إحراج، لا ما بيستحوا، ما هيدي فئة من ما بيستحوا، هيدي أنظمة يعني عم يستذكروا أنظمة بائدة الشعوب قامتها اللي وشالتها بفعل الشارع. هيدا النظام بده يسقط بالشارع، ونحن رح نسقطه بالشارع. هيدا نظام فاشي، هيدا نظام فاشل، هيدا اللي عم يسرق قوتنا اليومي، عم يسرق تعبنا، عم يسرق أحلامنا، ما رح نخليه موجود. فبالتالي تفصيل بالنسبة لنا، ونحن عارفين كتير منيح أنه السرقة عم بتكون أكبر من هيك بكتير.
وعم بتكون يعني هناك الناس وصل فيها الحال على مواقع التواصل جالسة بتكتب انه اريد سمكتي مثلا، ولا انه اريد الشاي، يعني خلص صاروا متمسكين حتى بالتفاصيل البسيطة. طبعا طبعا. اليوم 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 ما بقى في مهادنة لهي السلطة. اليوم هاي السلطة الغير مسؤولة، ما ليش بدنا يعني ليه بدنا نحن نهدنها؟ اليوم سلطة يعني عم تتعاطى بهالقد برعونة مع قضايا الناس، فالناس ما رح تهدنا. طبيعة الحال بدنا سمكتنا وبدنا الشاي تبعنا، بدنا أموالنا، بدنا حقنا، بدنا أملنا بهيدا البلد، بدنا حريتنا بهيدا البلد. هيدا البلد لن يكون مرتهن لأي مشروع آخر، شاء من شاء وأبى من أبى. اليوم اليوم يعني المنيح اللي صار في عقوبات، طلع عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية، أو وإجا وبعض وزيارة غريبة الأطوار، ما فهمنا شو معضلاتها زيارة إسماعيل هنية على البلد لهون، لحتى نعرف إنه الشباب رايحين على يعني رايحين على ترسيم حدود مع العدو الإسرائيلي، يعني على ترسيم حدود بهذا المحل. نعم. وبالتالي بعضهم بيزيدوا علينا، بعضهم بيزيدوا عليك بأنه عدو. طيب. وأنتوا عدو، وهن عم بيقاتلوا العدو. فاليوم إذا بدك هيدي المفاهيم اللي عم يحاولوا يفرضوها على الآخر. يعني اليوم أنت إذا بتقولي بدك سمكتك، فيطلع في مين بالبلد بيطلع بيقول لك إنه أنت مرتهن إلى الخارج مجرد إذا طلبت بحق. هل انت هل انت سياسي سخيف بالرد؟ هل انت نعم. هل انت فقدوا وصل الحال يعني بالضبط. طيب نحن بنشكرك على هذه المداخله، ان شاء الله حابه مره استضيفك يا فاروق في موضوع يعني يكون كده سعيد، يعني على الاقل للاسف دائما بنتكلم في مشاكل. كان معنا من سكايب او عبر سكايب من بيروت الناشط اللبناني فاروق يعقوب.